صباح النور والسرور البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال كدائما وابدا يا رب. اليوم على فيديو مختلفه شويه، عودتكم دائما على جديد. الوغ اليوم غادي نبريزونتي لكم واحد التوتوريال ديال المكياج الصباحي الخفيف بالالوان اللي كنحب. بقاو معايا غادي نوريكم شنو هما المراحل، شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل، و ما تبخلوش عليا بالمشاهده حتى الاخر باش تعرفوا سر هاد المكياج. الا بغيتي تعلميه بطريقه سريعه وبسيطه تبعي الفيديو حتى الاخر. نبداو على بركه الله البنات، نوريكم اول حاجه كنحطها قبل ما نحط الفون دو تان ديالي. كنحط لي برايمر، هاد البرايمر هذا كيخلي لا بوليس وكيعاون لي بور باش انهم كيتسدوا وما كيحتفظوش بهذاك الفون دو تان، ما كيخليوش لينا بقع. دونك هذا كيخلي لا بوليس وزوينه. اول حاجه كتحطها عباره عن زيت، دونك كتابليكيها مزيان بارتو ميم سور لي لافغ سي تو فو. وهاد كندوزو للفون دو تان. دونك غادي ندوز لا فاز الثانيه ولا ليتاب الثانيه اللي هي الفون دو تان. انا البنات جو بريفير سيت مارك ميبيلين فيت مي، صراحه واعره بزاف بالنسبه لي فون دو تان. فون دو تان رائع بزاف. اي كما كتشوفوا معايا عندي جوج ديال هذا لي كولور، كاين عندي البورسولان وكاين عندي لو توفي. واحد شاريه فريمون لو 330 و لو 110 باش كنحصل على لا كولور اللي انا كنبغي، حيت صعيب انك تلقاي لا كولور اللي تجي معاك في الفون دو تان ديالك. دوكو انا كناخذ دائما جوج وكنخلط وكنحصل على لا كولور اللي كنبغي انا واللي كتجي معايا. دونك فوالا، دونك غادي ندوز لهاد المرحله هادي. بقاو معايا، جو ميلونج لي دو بلي كونتيتي اللي انا كنبغي مثلا وكنبدا نوضع. الوغ هنا كيما شفت معايا وضعت جوج ديال لي كونتيتي ديال الفون دو تان ديالي، هذاك الفونسي و والاخر لي بلو كلير كو ما بو، وكنبدا كنخلط باش كنحصل على لا كولور اللي انا كنبغي وكتجي معايا. ما كيعجبنيش فون دو تان يكون اسي كلير، حيت لا بو ديالي ديجا شو برون، دونك خصني نلقى لا كولور اللي غتجي معايا. دونك تنبدا نخلط حتى كنلقى لا كولور اللي انا كنحب وكنبغي وكتجي معايا مع لا بو ديالي، عاد كنبدا كنحطها. فوالا، دونك هنا حصلت على لا كولور اللي بغيت و جو كومونس ا ابليكي. هنا غادي تبان لكم البنات مع الضو بيضة بزاف، سي با لو. دونك من بعد ما حطيت الفون دو تان ديالي انا كنبدا نستومبيه بالبلندر هكا. جو طومبان هكا حتى كنحس بالفون دو تان ديالي راه بدا كيتخدم. غادي كيفاش كيتخدم في لابو. فوالا، كنبدا نستومبي هكا بهاد الطريقة هادي بارتو، كندور على هاد الدورة ديال لوكو باش ما كتجيش واحد لا ديفيرونس انتر لو فيزاج اي لو كو. فوالا، كنظن بانني سرحتو مزيان مبقاش. تاني حاجة كنبدا نحط الكونسيلر ديالي لي سي لا ميم مارك فيت مي توجور، خاص يكون البنات كلير على الفون دو تان. دونك تنبدا نحطو هكا غادي نعطيكم واحد الطريقه غزاله باش انك تخدمي على لي سيرن ديالك ما يبانوش في المكياج. فاش تحطي الكونسيلر تتحطيه وكتخليه ينشف واحد شويه عاد كتبداي تخدمي. دونك بيد ما نشف
خدمي باغ اكزومبل الحجبان ولا ولا شي حاجه اخرى لو طون كو انه تابسوربا وينشف شويه باش يعطي الفي ديالو و ويقبط لك طول لا جورني الا كنتي خدامه الا كنتي غتخرجي الا كانت عندك حفله الا كنتي معروضه الا كنتي بزاف ديال الحوايج دونك بيد ما نشف ليا غادي نصاوب الحجبان ديالي ب لو برودوي اللي من بعد ما ساليت الحجبان ديالي غادي ندوز نستامبي الكونسيلر ولا لونتي سيرن اللي حطيت باش ينشف. كما لاحظتوا معايا الحجبان كيفاش خدمتهم بطريقه سهله، عمر ما تخلي لا بارتي الاولى ديال الحجبان ديالك تكون فونسي بحال الاخر ديال الحجبان ديالك، دائما هنا القدام يكونوا باردين و كتخليهم حتى كيقبض فيهم شنو درتي ليهم، واش لو كرايون ولا لو برودوي لو براون بيرفكت بحال هذا اللي كنستعمل انا، عاد تمشطيهم سا ديبون دو شنو كتستعملي، ولكن دائما القدام ديال الحجبان ديالك يكون خفيف ما يكونش بحال الاخر ديال الحجبان ديالك باش كيعطي واحد الاضاءه وكيعطي واحد الجمال خاص. الو هنا غادي نبدا نستامبي الكونسيلر بهذه الطريقه هذه، فوالا. دونك هنا حطيت اللون المفضل عندي الصراحه، هذا اللي كنحط لا جورني، خفيف ظريف وغزال انيق كيجي مع كاع لي كولور. دابا غادي نحط ايلاينر وماسكارا. الايلاينر والماسكارا كناخذهم من عند كيكو، سي مارك غزاله زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو ماكياج وكيجي ماكياج زوين الصراحه. ماكياج ديال كيكو اللي مانيفيك تاهو زوين. دونك بالنسبه للصباح كنحط ان بوتي ايلاينر بواحد الطريقه سهله، دونك هكا
voilà. Je fais pareil pour l'autre œil ou كندير ماسكارا. بالنسبه للماسكارا البنات با بيزوين دو شارجي لوي سورتو في الصباح ولا الا ما كنتيش معروضه. دونك سي جوست بور دوني واحد ليكلا و ان جولي ريغار. Et voilà, le tour est joué. Donc, ندوزو l'étape où كنعتمد كذلك في الماكياج ديالي على واحد la petite touche de contouring ديال le visage. Donc, je prends هاد لي كولور هكا خاص ان بانسو كوم سا بهاد الطريقه هادي اللي تقدري تخدمي به هنا مازال ندير لكم ان توتو بور لو ماكياج فريمون مي هذا الماكياج الصباحي اللي كنعتمد عليه الاطلاله مشرقه وزوينه في الايام العاديه. اما دابا اون بورت لو ماسك دونك اي سوفي دو ميت ان بتي اي لاينر اي سي تو مي سي بيان دابروندر لي شوز. وبغيت اوسي نبارطاجي معكم الطريقه ديالي كيفاش كنحط الماكياج ديالي. فوالا دونك دابا كنبدل البانسو كناخذ هذا و جو كومونس faire un petit contouring pour le nez, ça va. Qui est une طرق كثيرة باش اننا نقادو الماكياج ديالنا ونخطيو بزاف ديال العيوب الا كانوا خصنا جوست نكونوا متصالحين مع راسنا وعاجبنا راسنا سي تو. هادشي اللي كاين. انا كنقول بان توت لي فام سون بيل ما كايناش هادي زوينه وهادي خايبه. Toutes les femmes y sont belles. خاصة تعرفي كيفاش تبرزي الجمال ديالك. هادشي اللي كاين. الحمد لله اليوم كاينين طرق باش انك تباني غزالة. كاين المكياج عدو الرجال. ودابا كنظن بان سي في دونك عطا واحد لا بيتيت ديفيرونس. هاد البيتي كونتورين اللي درت الا لاحظتوا معايا انا كنحط لي كونتيتي قلال باش ما يجيش لذاك الماكياج تري برونونسي. دونك دابا كندير واحد لا بيتيت توش ديال الهايلايتر فيت في باردون جي با شانجي دو بانسو سي با غراف. فوالا j'ai oublié encore une fois mais c'est pas grave. Après البنات غادي نوريكم كيفاش تقللوا من الهايلايتر الا كان كثير. ومن بعد كندوز البلاش ديالي كولور بيش كنحطها بهاد الطريقه هذه pas trop fort. Ou là, quand les filles, je prends Andy le choix. Alors, généralement, je préfère les couleurs comme Torabia, Hadi, que je n'ai pas fait le maquillage. Donc, du coup, Andy a le crayon Hada, Had le rouge à lèvres, mat. La couleur, elle est magnifique. Je vous mets la couleur. كتجي طبيعيه غزاله اي سافا افيك هاد المكياج هذا. عندي كذلك هذا دو شي ماك حتى هو غزال. دونك غادي نشوف اللي غادي نحط.
سينون احسن حاجه كتعجبني في الصباح هي نحط واحد الكلوز خفيف كيعجبني كذلك. هذا عندي في لي كولور جو فو مونطري ديال ماك البنات معروف. دونك هذا لا كولور ديالو اورانجي بحال هكا كتجي واعره. دونك جو فوغ شنو غادي نحط وغادي نوريكم. الو هنا كنبدا نرسم لي ليفغ. كنحاول ندير لهم غير واحد الدل ما كنرسمش فريمون. فوالا وكنحط الكلوز ديالي. قررت انني نحط هذا ديال ماك كيعجبني بزاف. غادي تشوفوا لا كولور البنات كي دايره. فوالا ودابا اخر حاجه كنديرها البنات هي لو فيكساتور مات. كنحطو على وجهي باش كيفيكسي ليا هاد المكياج و كنقدر نبقى بيه مدة طويلة في لا جورني ولا في لو سوار سا ديبان. دونك جو بران اي جو فيكس. كنخليه كيتابسوربا ما كيخسر لا مكياج لا حتى شي حاجة البنات. سا فيكس فريمون لو مكياج. مي فوالا دو روتور. هادي هي النتيجة النهائية ديال المكياج ديالي ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم. انا كنوعدكم انني غادي نبقى نحط لكم دائما فيديوهات متنوعه وخصوصا في المكياج. كاين بزاف ديال الحوايج ما كتعرفوهاش عليا. غادي ندير لكم واحد الحلقه ولا واحد الفقره اللي غادي نعرفكم بنفسي وشنا هي الاشياء اللي كنعرف ندير وكنتقن. نتمنى يكون هذا لو تيتو هذا عجبكم. كنقول لكم تسناو دائما الجديد على قناتي ماي ليدي بوتي ناتشورال. وكنتمنى لكم صباح سعيد مليء بالسرور والافراح. ما تنساوش تحطوا ليا دي لايك كومونتير اي ابوني الى ما كنتيوش ابوني. ابونيفو بالزربه وحطوا الجرس كذلك باش يوصلكم اي جديد. كنحماق عليكم.